اهلا وسهلا بيكم في مطبخ غادة. النهاردة هنعمل جلاش باللحمة المفرومة. هنجيب نص كوباية لبن وبضاية وثلاث معالق زيت، هنقلبهم مع بعض ولفة جلاش، كده حطينا الزيت على اللبن على البضاية وقلبناهم. احط نقطة خل بس عشان خاطر الزفرة بتاعت البيت، احط لها شوية ملح وفلفل عشان يبقى طعمها متحيق مظبوط. دلوقتي جبنا الصينية هبتدي ادهنها، حاطه معلقتين سمنة وحط عليهم معلقتين زيت، وهبتدي ارست الجلاش بتاعي. هنحط نص اللفة بتاعت الجلاش وبعد كده نبتدي نحط النص التاني. في ناس بتكل بين كل رق ورق بتدهن الجلاش زيت او سمنة، انا مش بحبها كده، بتبقى تقيلة. لو جربتوها بالطريقة دي كل اللي يجربها يكتب لي رأيه، سواء كانت عجبته ويعمل لايك او ديسلايك. هنبسطه كده، حط واحدة تاني. دلوقتي بعد ما خلصنا رص نص اوراق الجلاش تبتدي تحطي اللحمة، واللحمة المعصبة دي احنا عملناها في فيديو قبل كده، دي اللي بنحط عليها الفول الصويا. طبعا مش تقدري تفرقي طعمها عن اللحمة السادة، طعمها جميل. بتعجب الأطفال بتاعتنا، عاجبة أولادي. طب بتاعتنا طعمها ايه دي يا حازم؟ طعم اللحمة دي ايه؟ حلو حلو. هبتدي ارص بقية الصينية، بقية الجلاش بسم الله بسم الله. ربنا بيبارك في كل حاجة ونذكر فيها سنة. اسمه سنة. سنة ولا كده. بعد ما خلصنا رص الورق كله هقطعها كده. بص يا حلو، بسم الله احنا بنقطعها عشان لما نحط الخلطة اللي احنا عملناها تدخل بين كل الرقات بتاعت الجلاش ويبقى طعمه جميل. كده اهو Gracias.
دلوقتي الخلطة بتاعتي اللي احنا عملناها من اللبن والزيت والبيض، هبتدي احطها على وش صينيه الجلاش. صينيه الجلاش ديت ده لفة جلاش نص كيلو. هبتدي كده اخلي كل الورق بتاع الجلاش يشرب من الخلطة دي. عشان كله يبقى مستوي وحلو. صدقيني لو جربتيها هتعجبك، عشان خفيفة اخف من اللي انت بين كل رق ورق تدهني سمنة. وجربيها واكتبيلي رأيك. وهنبتدي ندخلها الفرن. وادي صينية الجلاش بتاعتنا بعد ما خرجناها من الفرن. وبالهنا والشفا، وما تنسوش الاشتراك في القناة، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي تعليقاتكم. كل حد يجرب يكتب لي التعليق بتاعه، عملها طلعت حلوه عجبته او ما عجبتوش برده يكتب لي التعليق. وكل سنه وانتوا طيبين.